بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المنهجي الشافعي المصري، المولود سنة 504، سنة 745 هجري، والمتوفى سنة 794 هجرية، عن 49 عاما. نفعنا الله بعلومي وعلوم مشايخي وتلامذته وقراء مصنفاته في الدارين، آمين. وما زلنا في النوع السادس والأربعين في أساليب القرآن وفنون البليغة، وما زلنا في أسلوب الاختزال، في قسم الاختزال وهو القسم الثامن من أسلوب الحذف، وتكلمنا على حذف جواب الشرط. وآخر جزء في حذف جواب الشرط بيقول: وقد يجيء في الكلام شرطان يحذف جواب أحدهما اكتفاء بالآخر، كقوله تعالى: وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام. أما دي شرط، وإن كان من أصحاب اليمين دي شرط التاني. كويس، جوابهم جه واحد أهو، فسلام. فسلام لك، في سقط عندك في بعض النسخ، اكتب الكلمتين دول لو كان ايه في سقط. فجعل سيبويه الجواب لأما، وأجرى إن كان من أصحاب اليمين في الاعتراض به مجرى الظرف. عندك أنت الجمل دي؟ في بعض النسخ سقط فيها ايه، مكتوب على طول بعد ايه، وأما إن كان من أصحاب اليمين في الاعتراض به مجرى الظرف. في بعض النسخ لا، هتبقى تيجي بعد تزود في الآية فسلام عشان تقول الجواب، تكتب فسلام. كويس، وبعدين تكتب بعدها: فجعل سيبويه الجواب لأما، وأجرى إن كان من أصحاب اليمين في الاعتراض به مجرى الظرف، كأنه أهمله يعني، لأنه هتعب له إيه ظرف يعني. من أصحاب اليمين يعني إيه؟ منهم يعني معهم، والمعية نوع من الظرفية. فهمت بقى ازاي؟ يعني كانوا بيقول: واما ان كان مع اصحاب اليمين. يعني عشان كده بيقول لك ايه، فسلام، دي الجواب اما، لان اما لا يحذف جوابها باي حال من الاحوال، لكن ان قد يحذف جواب. فسلام، فجعل سيبويه الجواب لأما، وأجرى إن كان من أصحاب اليمين في الاعتراض به مجرى الظرف. انضبطت العبارة عندك؟ الحمد لله، لأن الشرط وإن كان جملة فإنه لما لم يقم بنفسه جرى مجرى الجزء الواحد، اللي هو إن كان من أصحاب اليمين دي أو شرط أو جملة، لكن كأنه إيه؟ إيه جرى مجرى الجزء الواحد وهو الظرفية. ولو كان عنده جملة لما جاز الفصل به بين أما وجواب، لأنه لا يجوز. أما زيد فمنطلق إيه، جايبها كده في الوسط كده، ما لهاش علاقة أوي، فيبدو أن في خلل في إيه، في النسخة المخطوطة يعني. وذهب الأخفش إلى أن الفاء جواب لهما، فسلام. يبقى فسلام دي جواب للاتنين، ما فيش حاجة محذوفة، ده هو اكتفى بجواب واحد للشرطين. ده كلام مين؟ الأخفش يا سيدي. ونظيره: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم. ادي اول ايه شرط، ولولا. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء. والظرف والشرط الثاني: لو تزيلوا. شوف الشرط الاولاني طويل ازاي،
الشرط الثاني ايه؟ لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم. فعندك ايه؟ جملة شرط بلولا وجملة شرط بلو، واكتفى بجواب للاثنين بجواب واحد، لعذبنا الذين كفروا. فهمت بقى ازاي؟ فلعذبنا دي ايه؟ جواب للولا ولو جميعا. واضح؟ فهمت الكلام؟ الزركشة عايزك تبقى مصحصح، والا هيزركشك. فهمت ازاي؟ يعني هيشوشك. واخد بالك؟ دي عقول مرتبه ترتيب جامد، بحيث ان ايه؟ ان السطر بتاعه ده علشان تقعد تشرحه ممكن تقعد تشرحه في صفحه. فهمت بقى ازاي؟ فناخد بالنا من الحكايه. واختار ابن، لانك انت متعود تقعد تقرا في ميكي جيب وشويه الحاجات الكلام الفارغ دي والسطحه الدينيه في مجله حواء ومجله سمير ومجله السندباد البحري. ما ينفعش كده تاخد دينك انت من الحاجات المهزقه دي، ما ينفعش. لازم تاخد دينك بقى من المراجع الاصليه. فهمت بقى ازاي؟ واختار ابن مالك قول سيبويه ان الجواب لأما، يعني سيبويه في فوق خالص، فاما ان كان من اصحاب اليمين ها فسلام، قال لك ده الجواب لأما، ده كلام سيبويه. خدت بالك؟ واختار ابن مالك قول سيبويه ان الجواب لأما، واستغنى به عن جواب ان، لان الجواب الاول للشرطين المتواليين في قول كما في قوله كما، يحط هنا ايه؟ كما، علشان ايه؟ تتضح الامور. كما في قوله ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم، ان اردت ان انصح لكم ادي شرط، ان كان الله يريد ان يغويكم ادي الشرط الثاني. واخد بالك؟ ونظائره إن أردت أن، سيدنا نوح قال لهم كده، واخد بالك ازاي؟ إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون، يفعل فيكم ما شاء، هو يملككم وخلقكم، أنا مالي؟ أنا قلت لكم ربك بقى يريد يغويكم يغويكم، يريد يهديكم يهديكم. طيب منهم سيدنا نوح، طيب. واخد بالك ازاي؟ يعني أنا ماليش دعوة، أنا هفوض أمركم لله، يغويكوا يغويكوا يهديكوا يهديكوا، أنا عملت اللي عليا، سلام عليكم. إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون، يعني فوض الأمر إلى الله. ونظائره، يعني أمثلة بقى كتير في القرآن بقى، هات القرآن من أوله لآخره بقى وشوف القواعد دي، عيش حياتك بقى لو أنت ناوي تعيش. واخد بالك إزاي؟ فإن كان أول الشرطين أما كان أحق بذلك. يبقى إيه؟ سيبويه بيقول لك لما يبقى أحد الشرطين في أما يبقى الجواب لأما والتاني محذوف. ده رأي مين؟ سيبوي. لكن بعض العلماء التانيين قالوا لا، ده الجواب اكتفى بجواب واحد للشرطين، ده الجواب لأما وإن. فهمت بقى إزاي؟ فإن كان أول الشرطين أما زي، فأما إن كان من أصحاب اليمين، شوف فأما أدي شرط، إن كان الشرط الثاني فسلام. طب سلام دي جواب لمين؟ لأما ولا جواب لأصحاب اليمين؟ إن كان من أصحاب اليمين، لإن كان. فهمت بقى إزاي؟ سيبوي يقول لك إن فسلام هي الجواب لأما والتانية محذوف للعلم به لأنه مش محتاجينه. وبعد العلماء التانيين قالك لا، ده الجواب ده هو للشرطين اصلا، مفيش حاجه حذف، هو اكتفى بجواب واحد للشرطين. فان كان اول الشرطين اما كانت احق بذلك، احق بان جوابها لا يحذف لوجهين. اما دي بقى ايه؟ يعني ايه شخصيتها قويه عن ان دي فيها برضو نوع الشك، يقول لك ان عاش، يعني دخل الان عاش، يعني لو عاش. واخد بالك ازاي؟ سموها حتى ان عاش. فايه؟ يبقى ان فيها شويه، لكن اما دي فيها التقسيم، والتقسيم لابد ان يبقى فيه بيان للقسمه. واخد بالك؟ عشان كده تملي ايه؟ يتحط فيها فاء التفصيل، فاما يسموها فاء التفصيليه. فاما دي قويه قوي،
واخد بالك، رئيس مجلس إدارة مثلا ولا وزير ولا بتاع، أما يجي لازم يحتاج جواب وإلا يعاقب الجملة. فهمت بقى؟ لكن إن تعديها ما يجراش حاجة، يقول لك إن عاش ما يجراش حاجة. فإذا كان أول الشرطين أما، كانت أحق بذلك لوجهين: أحدهما أن جوابها إذا انفردت لا يحذف أصلا، وجواب غيرها إذا انفرد يحذف كثيرا لدليل. أحيانا نحذف جواب غيرها من أدوات الشرط لدليل موجود في الجملة نحذفه، لكن أما ما نحذفوش أبدا، نخاف منها. فهمت بقى إزاي؟ وحذف ما عهد حذفه أولى من حذف ما لم يعهد. وعلى شكل ما نقول إن إيه، إن جواب جملة الشرط اللي بإن هو اللي محذوف، وإن الجواب ده الأما، يبقى لينا حق، لأن أما دي ما بيتحذف، وده بناء على استقراء في لغة العرب. يعني مسكوا لغة العرب بقى في الأشعار وفي المنصورات وفي القرآن وفي كل ما هو فصيح، لقوا إن هي كده. يعني بيبقى استقراء واسع جدا. والثاني أن أما قد التزم معها حذف فعل الشرط، وقامت هي مقامه. يعني أما كده هي ما فيش فيها فعل شرط، ده هي أما كده لوحدها شرط على بعضها كده. فمش معقول بقى أحذف فعلها وأحذف جوابها كمان، يعني أديها مصيبتين في وقت واحد. مش كفاية مصيبة إن أنا حذف لها فعل الشرط بتاعها. فهمت إزاي؟ لأنه دخل فيها، يبقى كفاية عليها حذف واحد بدل ما أحذف حذفين. فهمت إزاي؟ وإلا تبقى مصيبة سودة. واخد بالك إزاي؟ وممكن تبلغ فينا البوليس ولا حاجة وتبقى مشكلة. والثاني أن أما قد التزم مع حذف فعل الشرط وقامت هي مقامه، فلو حذف جوابها لكان ذلك إجحافا، وإن ليست كذلك. تملي إن يذكر فيها فعل الشرط، إن تملي يذكر فيها فعل الشرط. فهمت إزاي؟ فلو حذفنا جوابها ما إحنا إديناها فعلها، ما يجراش حاجة، تتسلى معاها شوية. فهمت؟ والله انت علشان كده لما تيجي تعيش النحو وتحس ان ايه، ان الجمله دي كائن حي. فهمت ازاي؟ في بعض الاجزاء فيها عمد في الجمله ما تقدرش تحذفها، زي الفاعل، زي المبتدا، زي الخبر، دي عمد ما تقدرش تحذفها، والا ما بقى لعب عيال بقى، ما بقاش كلام. فهمت بقى ازاي؟ وفي حاجات تانية زوائد، زي بالظبط كده كائن حي، اجي لك انا بس مش لابس الطاقيه او مش لابس العمه، العمه زياده. فهمت بقى ازاي؟ لكن لما اجي لك بقى بالعمه تبقى جمله كامله، وبعدين احط الشال كمان، دي زوائد ممكن اشيلها، لكن افضل انا برضو. فهمت ازاي؟ لكن ما اقدرش اشيل بقى الفاعل واقول الجمله موجوده، كاني شلت راسها، في واحد بيمشي من غير راس، ما ينفعش. فهمت بقى ازاي؟ الا في افلام الرعب بس. واخد بالك؟ ولد المهم هنا ايه، علشان كده انا عايزك لما تعيش اللغه تشعر ان الايه، النص ده كائن حي، في اركان وفي اعضاء وفي حاجات، بحيث تطلع منه ايه، صفات هذا الكائن الحي اللي هو معنى الجمله. فهمت بقى ازاي؟ وقال الفارسي: لا، والظاهر انه لا حذف في الايه الكريمه، وانما الشرط الثاني وجوابه جواب الاول. ده في الراي الثاني بقى اللي غير سيبويه، قال لك انتوا ليه بتقولوا في حذف؟ ده هو جواب واحد للشرطين، علشان ما نقولش ان دي جوابها محذوف. طب احنا هنزعل ان، طب اما نزعل ان نقول الجواب ده اقسموه بينكم، زي ما تجيب سندوتش كده واتنين جعانين تقول له اقسموه بينكم كل واحد ياكل، بدل ما تدي السندوتش كله لأمه. واخد بالك؟ وتسيب ان جعانه. فهمت بقى ازاي؟ فقال لك لا يا سيدي، ده هو الجواب ده، احنا ما فيش حذف ولا حاجه، ده الجواب ده لان والأمه بس وخلاص، ريح نفسك عشان ايه، العدل برضو بين الجمل كويس. ده ايه، ده الرأي المقابل للسيبوي. والظاهر أنه لا حذف في الآية الكريمة، وإنما الشرط الثاني وجوابه جواب الأول، والمحذوف إنما هو أحد الفاءين، لأن هي المفروض إن جواب دي هيبقى فيه فاء وجواب التانية فيها فاء، فجت بفاء واحدة، ألف سلام، مش ففا سلام، ألف فسلام ولا ألف سلام واحد، يبقى المحذوف هي إيه، فاء واحدة. فهمت بقى إزاي؟ دي برضو وجهة نظر أخرى لتقييم العبارة. فهمت بقى إزاي؟ وقال الفارسي في قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إنه حذف منه أعزنا ولا تذلنا، كأن إيه بالظبط، بتقولي قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء
وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء فأعزنا ولا تذلنا بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. كأن بس دي محذوفة في وسط الكلام، فهمت بقى إزاي؟ وقال في قوله تعالى: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، تقدير فكيف تجدونهم مسرورين أو محزونين، فكيف في موضع نصب بهذا الفعل المضمر اللي هو تجدونهم. وهذا الفعل المضمر قد سد مسد جواب إذا. ونقف عند هذا الحد، وخدا نكمل على حذف جواب القسم. يعني ممكن ايه يقسم وما يقول لكش اقسم على ايه. شفت بقى ازاي؟ ازاي دي تيجي بكرة ان شاء الله، تعرف تعرف ازاي بكرة ان شاء الله. ما هو لازم يبقى ايه برضو مسلسل، ونقف على ايه على حتة كده ايه مهمة عشان ايه تتسلسل وتيجي تاني يوم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته على النبي يا أيها الذين آمنوا وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكري الغافلون.